مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي الطلبة، معكم الأستاذ وسيم مدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة سانت نيكولاس أدميرال في مدينة أوتاوا. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح كيفية تفعيل الجوجل كلاس روم أو صف الجوجل الخاص بك والذي تم إنشاؤه من قبل معلمك أو معلمتك. بداية، أنتم تعرفون كيف تفتحون البريد الإلكتروني الخاص بكم، لأننا سوف ننطلق إلى الجوجل كلاس روم من خلال الإيميل أو من خلال فتح الجوجل كلاس روم من خلال الويب بيج. فنكتب هنا classroom dot google dot com، ثم اضغط على الزر انتر، وهذا سوف يأخذك إلى أن تدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والكلمة السرية أيضا. هذا أحد الطرق. أو الطريقة الثانية، مثل ما بدأنا، نفتح صفحة الجوجل، ثم في الزاوية اليمنى العليا هناك زر ساين إن، نضغط على ساين إن، وبالتالي يأخذنا إلى الصفحة التي سوف ندخل فيها الإيميل، البريد الإلكتروني والكلمة السرية. سوف أدخل بحسابي كمعلم، والطريقة نفسها كمعلم أو كطالب، الذي يختلف هو البريد الإلكتروني. الآن أنا أدخل البريد الإلكتروني الخاص بي كمعلم، وأدخل الباسورد، الكلمة السرية الخاصة بي أيضا، وهذا عندما أضغط على Next سوف يفتح الإيميل الخاص بي. هذا الآن قد فتح الإيميل الخاص بي، ولكن لم يفتح الفرونت بيج أو الصفحة الأمامية. كيف أفتح الصفحة الأمامية؟ أريدكم أن تؤكدوا معي هذه الزاوية، وتروا هذه النقاط التي في اليمين، الزاوية اليمنى العليا، وهذه إذا وقفت عليها تدعى جوجل أبس. جوجل أبس، كل أشياءنا وأعمالنا وأشغالنا سوف تكون من خلال جوجل أبس. إذا ضغطت أخي الطالب أو أختي الطالبة على جوجل أبس، سوف تجد أشياء كثيرة. من أهم الأشياء التي تحتاجها هذا الزر وهو الجيميل، وهذا الزر وهو الكلاس روم. إذا ضغطت على الجيميل سوف يفتح البريد الإلكتروني الخاص بي، سوف أضغط عليه. الآن يفتح البريد الإلكتروني الخاص بي، وهذه الفرونت بيج للبريد الإلكتروني الخاص بي. إذا أردت أن أفتح صفحة الكلاس روم أو الصف الإلكتروني، أعود إلى هذه النقاط مرة أخرى وهي جوجل أبس، وأضغط على الزر اليمين، أضغط على هذه النقاط، ثم أذهب إلى هذه الأيقونة التي تدعى كلاس روم، ثم أضغط على الكلاس روم، والذي سوف يأخذني إلى الصف الخاص بي. هذا الصف، فقط اضغط على هذا الصف والذي سوف يأخذك إلى الصف الخاص بك الذي تم تفعيله وإنشاؤه من قبل المعلم والمعلمة. شكرا لاستماعكم، وأرجو أن ألقاكم في فيديوهات أكثر توضيحية في المرات القادمة. أتمنى لكم التوفيق.